السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ عواشركم مبروكات، وحشتكم بزاف بزاف، وسمحوا لي بزاف على هذه الغيبه. ماشي شي حاجه، انا لاباس الحمد لله. البنات اللي كيسولوا عليا في التعاليق كنشكركم بزاف بزاف، غير مع الحجر الصحي وداكشي ما عنديش السلعه بزاف باش نخدم، ولكن ان شاء الله هذا الاسبوع هذا غادي نشارك معكم كسيوات ديال العيد ان شاء الله اللي طلبتوهم مني البنيات الصغار، غادي نخدمهم ان شاء الله هذا الاسبوع كامل، غادي يكون فيه كسيوات صغيورين. بزاف ديال التشكيلات غادي نخدموهم، ولكن اليوم جيت لكم فيديو جديد، جيت نوريكم واحد القناه البنات اللي طلبوني على جلالب طالعين. لقيت لكم واحد السيده عندها جلالب طالعين كتبيعهم، كتخيطهم هي وكتبيعهم غزالين. غادي تشوفوا الفيديو، تبعوا الفيديو حتى الاخر، واللي بغات شي حاجه تسكرينيها وتصيفطها ليها وتواصل معها. غادي نخلي لكم رابط ديال الفيديو ديالها، رابط القناه غنخليه لكم اسفل الفيديو، وحتى النمره ديالها راه كاينه في الفيديو باش تواصلوا معها. كاع البنات اللي بغاو جلالب طالعين هكا لرمضان ولا قفيطناس، وكتصيفط لكاع المدن، دخلوا القناه عندها وتابونوا عندها. كل اسبوع تقريبا كتحط الجديد شي حاجه غزاله وزوينه، والا ما كنتش غادي ندير عليها فيديو نحطها لكم، وبغيت بارطاجيها معكم باش تشوفوها حتى نتوما، وفرجه ممتعه. كملوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا. كما قلت لكم اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها وتصيفط ليها في الواتساب، راه خلات النمره ديالها. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير و 5 وتكونوا ناشطين. في هذا الفيديو هذا غنوريكم جلبات للبيع، موديلات اخرين كانوا عندي حتى هما نسيت ما وريتهمش ليكم، وكاينين شي موديلات اخرين غادي نصورهم في المكالمة، صحيت مني غير وريتهم ما عطاوش حق ديالهم. بقاو معانا. كاينه هذه البنات كنا نيت موجدينها، هذه جبليه كما كتشوفوا، التوب ديالها كريب فيها طريزه هنايا. هذه نوريكم الطاي ديال الصدر فيها شحال، ونقول لكم كل شيء، ونقول لكم شحال داير البيع ديالها. هذه الطاي ديال الصدر غتكون فيه 28 الحزام فيه 28 حيت الدغوات، لي هونش فيه 32 الكتيفات 54 وطولكم 47. هذه البيعة البنات دايره 700 درهم، توب وخياطه. التوب ديالها الكريب بروميير شوا، ها هو كتشوفوا فيه، شفتوا كتجي زوينه في اللبسه، حتى الخدمه ديالها زوينه مطرقه براندة وطريزه، شفتوها. كاينه هذه البنات حتى هذه كريب، كريب زوين، هذه حتى هي جبليه، هذه فيها هاد الديزاين هذا زوينين، شفتوها فيها افتتاحات في الجناب. هذه حتى هي البيع ديالها دايره 700 درهم، نورمالمون هذه غير الخياطه كنخدموها دايره 600 درهم، هذه البيع ديالها دايره 700 درهم كما كتشوفوا. هذه عندها في الصدر عندها 30 البنات، طولها غتكون فيها متر وشي 36 بحال هكا. كاينه هذه مليفه محفره، هذه حتى هي زوينه، هذه فيها هاد الموزونه الطروادي، هذا جون بناني، هذه حتى هي زوينه في صاله عاديه البنات، غنوريها لكم شحال فيها. فيها في الصدر 27 26 في الحزام، لي هونش فيها 28 الكتاف فيها 38 طاي ستوندار، هذه صغيره شويه 27 ماشي صغيره وانما ستوندار، شفتوها. هذه الخدمه كنخدموها دايره 9000 ريال، والثوب داير 200 درهم حيت مليفه، والسيده اللي غادي مثلا تاخذها وهي ماشي في كازا وهذه 50 درهم ديال الامانه، شفتوها. انا كنقول لكم البنات كل حاجه بشحال كتقام، وهذا باش تعرفوا الاثمنه. دابا هذه فيها موزونه، هذه باليد، هذا كما كتشوفوا فيها، شوفوا الخدمه ديال الموزونه كي دايره، متقونه فيها بريدات باليد بالصم، خديمه فنه، يعني خدمه ديال المحل ماشي ديال. كاينه هذه البنات، هذه حضاريه، شفتوا هذه حتى هي زوينه، كتطلع زوينه هذه حتى هي، هذه ديال المناسبات
كما كتشوفوا طلعت غزاله. نوريكم شحال فيها. هذه السدر فيها 29.5 والحزام 29 ولي هانش 32 والكتيفات 39 وطولكم 58. هاي البنات فنة تاهي. هنلبسهم هادو اللي معكم ونوريهم ليكم ان شاء الله. اتمنى يعجبوكم ولا عجبوكم الا عجبوكم شريوهم هي هادي. لا نتمنى يعجبوكم واللي عجبتو شي حاجه يدوز عندي الواتساب. غنخلي النيميرو التليفون ديالي مسجله الفوق. البنات ولات كتهرب ليا الهضره بزاف هاد الايامات. الا لاحظتي الفيديو اللي قبل ما جيت نتفرج فيه بقيت كنضحك على راسي وما بغاش تخرج الهضره. المهم ها هما لي موديل مازال غنوريهم لكم لابساهم مانكان ونصورهم ونعطيهم الحق ديالهم. ديك المره كنصور في الدار وهذه ما بصراحه ما بانوش ليا داكشي واخا الاغلبيه ديال جلال بتباعوا الناس كان عليهم اقبال في الصراحه. بقات غير شي حاجه قليله غنصورها ني دابا. وشكرا بزاف 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 كنشكركم كنشكركم على غير تيتلاح الفيديو كيبداو لي كومونتير زوينين وغير كيتلاح الفيديو كيبداو لي ديسلايك ديالهم واحد 10 ديال الناس هادوك كيكونوا واجدين البنات. المهم كنشكر كلشي كنقول لكم شكرا بزاف بزاف حيت كتشجعوني كتعطيوني بزاف ديال الدعم. هادشي كيزيد يعاونني وكيخليني مازال كنبغش شويه شي عدي بزاف الموديلات كيتسناو فيكم جداد البنات. كنكون باكا كنقول كاع غندير هادي وغندير هادي وغندير هادي. والله القسم الا باكين عا بزز ولكن الغالب والله كنتمناو من الله يا ربي تفرج علينا. وان شاء الله هاد الشهر هذا غيكون ان شاء الله كان انا بعدا عندي شويه اليقين ماشي شويه عندنا اليقين في الله عز وجل كثير. وكنتمناو من الله يحيد علينا هاد الوباء ويحيد عنا ان شاء الله هاد الغمه. في الصراحه هذا خلانا ناخذ درس كبير. تخيلوا معايا ما كتخرجي حتى كتخرجي معك الورقه ما كنتي كتهزي ساكك وتخرجي وما تشاوري مع حد وتخرجي وتقضي غراضك وتجي. دابا تهزي معك الورقه وفين ما تمشي وقفك بوليسي خصك تجبدي الورقه. وهذه تحيه في الصراحه لرجال الامن. بصراحة والله الا واقفين بصراحة على هاد البلاد كنشكروكم بزاف بصراحة. هادو ملي بانوا الرجال ديال الامن بانوا صراحة كتحسي بهم واقفين على البلاد الطبة ديالنا كلشي. بصراحة شكرا لكم بزاف. شكرا للناس كاملين اللي وقفوا معانا بصراحة كنشكركم بزاف. وفيديو جاي ان شاء الله ونتمنى نكون خفيفة كما كنقول لكم كنتمنى نكون خفيفه على القلوب ديالكم. غنبقى نصور لكم انا راه اليوم بوحدي في المحل ما كاين حتى واحد. توحشتهم في الصراحه توحشت الدراري اللي معايا توحشت البنات توحشت البنت اللي معايا هنا اللي ما كدويش. توحشت انسا توحشت الدريه اللي معايا الاخرى صراحه كنتوحش كلشي. ونتمنى نرجعوا يا ربي نرجعوا ان شاء الله عما قريب. وهذا درس خديناه كاملين وغنخرجوا ان شاء الله منه باذن الله وغنخرجوا مبدلين ان شاء الله باذن الله. فيديو الجاي ان شاء الله.
عم درا كي جاكم الفيديو كملتوه كامل حتى الاخر. المهم ما تنساوش كاملين تدخلوا تابوناو عندها لان ديما كتحط الجديد، حتى الا بغيتو شي حاجه ولا احتاجيتو غادي نتواصلوا معها، ولا ما كانش واخا غير تنقلوا الموديلات. ودي احتاجت شي حاجه تسولني عليها في التعاليق وغنقول لكم الفصاله ديال اي وحده ولا حتى الطرز باش مطروزه، ولكن هي راه شارحه لكم كلشي في الفيديو كما شفتوا.